استكمالاً لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم المزارعين بكافة الأشكال وعلى كل المستويات، بتستمر الهيئة القبطية الإنجيلية إحدى كيانات التحالف الوطني في عقد العديد من الجلسات التوعوية مع المزارعين، والمرة دي عن كيفية إدارة الموارد الطبيعية والمياه والتغيرات المناخية، وده بقرية عرب العوامر بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، وده في إطار المرحلة الثانية من مبادرة إزرع لتنمية صغار المزارعين والتوسع في استزراع الأراضي الزراعية. هدف الحملة رفع وعي المزارعين بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في توفير ترشيد استهلاك المياه والتعامل مع التغيرات المناخية من خلال زراعة أصناف جديدة أو طرق ري حديثة. بنشتغل على المحاصيل الاستراتيجية في الأمن الغذائي. كان الله موفقنا السنة دي في مبادرة إزرع إن احنا نصل لإنتاجية عالية في محصول القمح من خلال الشراكة المتكاملة من وزارة الزراعة للإدارة المركزية للتهاوي، توفير تهاوي مدعمة ب50%. احنا عملنا كذا ندوة في بداية الموسم بنوعي المزارعين بطريقة قمح جديدة بتوفر عندهم من كمية التقاوي وبتوفر عندهم في كمية المية اللي داخلة عندهم الحقل بتاعهم، وفي نفس الوقت بتدي عائد ومردود على المحصول بزيادة 25%. الندوة شهدت حضور أكتر من 100 مزارع وشملت معلومات تثقيفية مهمة عن أسباب ارتفاع درجات الحرارة وكيفية التعامل معها لتخفيف الآثار السلبية على المحاصيل الاستراتيجية. جابوا لنا تقاوي بنص الثمن وافادونا في الارشاد الزراعي وافادونا في زراعه المصاطب وافادونا افاده حلوه، يعني ناس محترمين وناس كويسين واستفدنا منها، يعني المزارع مبسوط منهم. طبعا المبادرات دي هي اللي بتفيد الفلاح، هي اللي بتوصل للفلاح، هي اللي بتعايش حياته وبتعايش الزرع بتاعه، هي اللي بتفيده. ده نوع من التوعيه كويس خالص، واحنا استفدنا واحنا بنشكرهم ونرحب بيهم. طبعا لهم الف شكر ويجعلهم يشرفونا على طول هنا واتي ويدونا فكره حلوه نستفيد منهم ونتعلم. يعني المجهودات مش بتكتفي بالدعم التوعوي بس، ده تم دعم 66 ألف فلاح لزراعة 106 ألف فدان قمح بأسيوط، وده في إطار استمرار التحالف الوطني في تقديم دعمه لكافة فئات المجتمع بشكل عام والمزارعين بشكل خاص، وده تنفيذاً للتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الاستقرار والأمن الغذائي في مصر.